واحد فرضنا كنقابة على أنه في كل سنة لازم تتم المراجعة هل تم احترام الالتزامات الاجتماعية أي الاتفاقية الجماعية وبناء عدد من الاجتماعات وفي درجية المناشرين كتجيب الوثائق ذاك الساعين كانوا مسؤولين عليها كانوا كيجيبوا الوثائق وكذا في أسماء إلى آخره ما كانش أسماء ومن بعد قال لكم نمشيو نديروا واحد الدراسة نشوفوا شنو كاين في فرنسا مشاو لفرنسا مع وزارة الاقتصاد ومن بعد قال لكم نديروا واحد الدراسة تكلفت 400 مليون ها هي في الرفوف ديال الوزارة الآن وحنا كنتظروا كنقولوا هذا ماشي معقول كيف هذه الاتفاقية الجماعية أنا قد طبق باش تاخذوا الدعم كانت مبررات شتى فيما يتعلق بقوانين الصحافة والنشر اتفقنا على جميع القوانين 2006 وكانت الاجتماعات تتم في النهاية عند الدار ديال الوزير الأول رجلته قلنا غير نوطوا على كل الاتفاقات على تعديل القوانين إلى آخره وعلى المجلس الوطني للصحافة اللي كانت الهيئات التمثيلية هي اللي كتمتدد رفضنا التوقيع علاش لأنه وقفات واحد خمسة ديال العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة قلنا حتى ما نوقفوش على الطلبة واستعرض الله كان معنا إذن إحنا ماشي دخلنا في مقايضة إحنا بالنسبة لنا الحرية كانت أساسية والقانون الأساسي قانون الصحافة خصو يكون غالي من العقوبات السالبة للحرية وغيرها طوي الملف أنا غادي نجي المحطة ديال 2010 2010 أزمة بلاد مشاكل حتى السجن اللي مسدودين الجريدة مشينا تنقابة وفتحنا المفاوضات من أجل إطلاق الصراح ومن هذا الشيء حصل ومن أجل أنه يتفتح نقاش شامل وتم هذا النقاش في البرلمان وكاين هنايا زملاء اللي كيتذكروا أنه فتح في البرلمان وهو الحوار الإعلام الوطني والمجتمع وصلنا إلى توصيات كبيرة جدا فيما يتعلق بالموارد البشرية فيما يتعلق بالإصلاح فيما يتعلق بالتحول الرقمي فيما يتعلق بالتكوين إلى آخره جت انتخابات 2011 جت حكومة جديدة جاء الوزير أنا ذاك أسبق قال غادي يدير تعديلات قلنا له ما تقدرش دير تعديلات بوحدك راه كاين رسالة ملكية وخطاب ملكي يقول ما يمكنلكش يكون أي تغيير في القوانين إلا إذا كانوا المهنيين حاضرين فتشكلت اللجنة العلمية اللي كان يرأسها المرحوم الأستاذ مساد هذا الباب ما طولش عليكم شنو الصراع اللي كان؟ كان الصراع شكون اللي غيكون رئيس المجلس الوطني؟ كيقول لك لا حنا كيخصنا نكونوا بحالكم لا كنقول لهم راه خص اصلاح المقاوله لا غادي نديروا المقاوله غير يكون مدير نشاط هي المشكل ديال الملائمه ما نطولش عليكم هذا الشيء من بعد سيكتب وغادي يعرفوا الراي العام مزيان بالتفاصيل لكن فين كاين المشكل المشكل هو انه انذاك الوزير الاسبق في وثيقه كتفق معنا على ان من اللي غادي تنتهي الصياغه القانونيه غنعاودوا نشوفوا احنا كرجعه علميه ما رجعتناش ولذلك كانت اختلالات كبيرة في القوانين اختلالات جات من هذه المسألة قلنا له راه تفاصيل فيها كيكمل الشيطان راه في ذاك الكتابة خصنا نشوفوا هذا الاتفاق وثيقة موقعة لم يعد إليه إذن من 2016 حتى 2018 حنا كنقابة رافضين أننا ندخلوا في انتخابات المجلس الوطني لأننا ما كناش متفقين على هذه القوانين من بعد لما جاء وزير جديد قلنا ما فيها باس غادي ندخلوا تجربه جديده باتفاق على ان هذه القوانين غادي تتغير قالوا لنا ما كاين مشكل غادي ندخلوا نديروا انتخابات مجلس وطني ولكن وكبرى غنبدلوا القوانين لم يحصل اي شيء بل اكثر من ذلك النظام الداخلي هذا قال السابق عام وسبع شهور حنا كنتسناو غير النظام الداخلي الحكومه رفضت تعامل معنا في اي شيء هذه الحكومه السابقه كانت رافضه اي تغيير ملي جات الحكومه الجديده اول حاجه النقابه خاطبتها سي نورمال باش اننا هذه راه اكثر من عام باش دير النقاش ماشي دابا حتى دابا راه بدا نقاش شحال هذه على هذه القوانين وهذيك الوثائق قلنا ان هذه القوانين خصها تبدل اللي هي كنا كنقولوا في 2016 واللي قلنا في 2015 و 2014 ما كنقولوا حتى إذا حنا بالنسبة لنا الآن كيخص السؤال ماشي هو الهياكل كيفاش غتكون الهياكل لأن الهياكل أنت درتي لها شنو غادي تنتج بحال اللي قال السي عبد الله العاوني إنتاج نفس التجربة أشنو كيخص المجتمع
المجتمع المغربي. واش المجتمع المغربي راضي على هذا الاداء المهني؟ واش انتم كمهنيه مهنيين راضيين الان على المهنه؟ اذا شنو هو الطريق؟ شنو هو الحل؟ الحل هو انه لما فتح نقاش في مجلس النواب اواخر السنه الماضيه كان النقاش واضح، تم الاتفاق على قانون الاطار. كاين اللي اتفق على قانون الاطار لان القوانين ستصلح وقال لا نديروا انتخابات المجلس الوطني، ولكن هذا الطرف واحد. كل الاطراف اتفقت على انه خص قانون اطار جديد اللي يحدد لنا الخطوط، خريطه الطريق فين خصها تمشي الصحافه والاعلام في هذه البلاد. لان التحديات اللي عندنا ما هياش تحديات غير داخليه، عندها تحديات داخليه. مجتمع خصو صحافه اللي هي جديه، خصو صحافه اللي هي احترافيه كاينه ولكن خصها تعزز. وعندنا تحديات جهويه وخارجيه. اذا الان السؤال هو واش نشتغلوا بهذا الشيء اللي كاين ولا هذه فرصه باش اننا نصلحوا القطاع. القطاع في هذه المرحله مؤقته، الهدف منها هو انه نوقفوا كاملين جميع ونصلحوا هذه القوانين بما في ذلك المجلس الوطني وغيره ونمشيو الى تجربه جديده. اما القول ونزيد واحد المساله ما كنتش كنبغي نتدخل فيها ولكن غنجاوب على الاستاذ اللي كيقول بانه الماده 9. شنو هي الماده 9؟ الماده 9 هي انه يمتنع اغلبيه اعضاء المجلس عن الحضور. هذا الشيء غير صحيح ما وقعش. كيفاش غنطبقوا الماده 9؟ اعضاء كانوا حاضرين كيحضروا بشكل دائم. وذاك الساعه الرئيس هو اللي كيبلغ الاداره وينشر في الجريده الرسميه والاداره تتولى. قولوا لي انا شنو هي الديمقراطيه؟ واش هي واحد المرحله انتقاليه اللي فيها الشرعيه المنتخبه زائد بعض الشخصيات يعين من طرف رئيس الحكومه اللي عنده واحد الباع في الصحافه والاعلام وفي القوانين باش نشتغل على واحد المرحله الانتقاليه، ولا نعطيو الماده 9 ونعطيو الاداره دخل فينا الاداره؟ انا كنظن بانه الديمقراطيه هي انه تستمر واحد الوضعيه مؤقته بالشرعيه اللي كاينه من اجل انه يكون مشاورات على الصعيد الوطني مع كل الفاعلين باش تغير القوانين وتصلح. اما الماده 9، الماده 9 هو نعطيو هذا الشيء هذا للاداره، هي اللي كيقول ما خصهاش تدخل الاداره وهذا الشيء ماشي دستوري، وانت كتقول الماده 9 تعطي هذا الشيء للاداره. بينما الفكره الحاليه هي انه استمروا انتم بيناتكم واتفقوا مع الفاعلين، اعطونا مقترحات ماشي غير في المجلس الوطني في مختلف القضايا الاخرى. لان الذي حصل هو ان انتخابات 2011 عطلت توصيات الاعلام الوطني والمجتمع اللي كانت شامله واللي كنا كننتظروا منها باش انه تتطور الصحافه والاعلام، ورجعوا للكتاب الابيض وشوفوا شنو اللي كان فيه. الان ضيعنا الوقت بزاف من 2010 الان. السؤال اللي يطرح علينا وعلى المجتمع حنا باش نجيب واحد المحطه في 2010 هنا كان عندنا المجلس الوطني النقابي وكانوا عدد بزاف ديال الزملاء حاضرين. وكنا كان المؤتمر الدراسي قلنا هذا التحول هذا الشيء راه طرحناه في 2010، هذا التحول الرقمي اللي كيحصل كيف غنواجهوا؟ كيفاش غنتعاملوا معاه؟ حنا كمجتمع وعندنا وثيقه مكتوبه في هذا الشيء وكنقولوا بان ينبغي ان نستعد للتحول، والتحول الرقمي غادي يخلق مشاكل في الصحافه. والدوله الديمقراطيه كما قالت الفيدرالية الدولية للصحفي أيضا اللي حتى هذا دراسة كور في هذا الموضوع، خاصها تدخل لحماية المجتمع ولحماية المهنة بالداع وبالقوانين وغيرها، لأن إذا خلينا الإعلام كما هي القطاعات الأخرى لاقتصاد السوق، أنتم كتعرفوا اقتصاد السوق ما الذي يؤدي؟ العملة الفاسدة هي اللي كتطلع أكثر من العملة الجيدة، هذا هو اقتصاد السوق. كتدخل فيه الميركانتيلية، كتدخل فيه البيع والشراء إلى آخره، لكن اقتصادية خاصة بحال هذه الصحافة لازم أنه يكون فيه واحد النوع ديال ماشي المراقبة أو الضبط ولكن واحد الإشراف بطريقة ديمقراطية باش يستجيب إلى المجتمع. إذا الآن كيفاش غنتعاملوا؟ غادي نتعاملوا مع ما الذي شنو اللي جاي؟ المهنة الصحافة بالطريقة الحالية يمكن تنقرض لأن كاين الذكاء الاصطناعي. دابا الخبر راه كيكتبوا الرد. وهذا الشيء دابا عام عليه، أنتم غادي تشوفوا غادي تمشي مع نصيب الشغل وغادي يوليو مقاول كيقول لك أنا علاش؟ هذا راه خبر رياضي والخبر اقتصادي وإلى آخره. أنا واحد الصديق ديالي مهندس شفتو ذاك النهار قال لي أنا ما بقيتش الحقيقة فين
الروبو وكيعطي الله كندخل لها شي 10%. كمهندس كندير شويه كندخل 90% كيعطيها لي الروبو. إذا نحن محتاجين إلى مقاولة جديدة وإلى صحفيين جدد. شكون اللي غادي يشتغل على هاد الجميع؟ واش كتعرفوا بأن كاين 125 معهد ديال التكوين في المغرب؟ أعطيني غير جوج الأساتذة مزيانين فيه ديال الصحافة، شحال خصنا في الأساتذة الصحافة؟ حنا ما كنقولوش هذيك المعاهد فاسدة، ولكن كنقول شكون اللي ساعدها؟ شكون اللي مشى دعمها؟ شكون اللي مشى قال بأننا خصنا نرافقوها؟ خاين، خص ضروري الناس يقراو الصحافة والإعلام، ولكن الحكومة والدولة وخص تعطى صلاحيات للهيئات خص يمشيو يشتغلوا في هذا المجال، لأن عدد الصحفيين في المغرب راه ماشي كثير، راه تونس أكثر منا، عدد أقل من السكان. إذا ماشي المشكل هو في العدد، المشكل هو في الكيف، أننا نغيروا هذه المسألة، وماشي كنقولوا خصنا نبيعوا على الصحفيين ونسدوا المقاولات الصغيرة، لا، كيخص كما قال السي شحتان، شنو المشروع ديالكم؟ واش كاين شي مشروع للإصلاح؟ كيعطيونا هذوك اللي كيعرضوا، شنو هو المشروع الإصلاح؟ حنا في النقابة عندنا مشروع الإصلاح، كنطرحوه ديما وكنعاودوا نطرحوه ومستعدين نشتغلوا فيه مع الكل ومع الجميع وبكل شفافية. إذا أنا أظن بأن هذا هو النقاش الحقيقي. أما النقاش الهياكل والنقاش الدستوري القانوني ديال كذا إلى آخره أظن بأنه غير صحيح. الجزء مهم وأنتم كتعرفوها في القانون شنو هي المصلحة العامة؟ الذي يحدد شنو هو الاجتهاد القانوني هي المصلحة العامة. المصلحة العامة اللي باغي المجتمع الآن هو إصلاح الصحافة والإعلام بشكل حقيقي. أظن بأنه هذا الشيء اللي غادي يعطيه النقابة. شكرا على حسن الاستماع.